راجل ناشط جدا دايما في مجلس إدارة النادي الأهلي، الراجل اللي تحسه مشجع قبل ما يبقى معاه منصب إداري مهم في مجلس إدارة النادي الأهلي، مهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. يا فندم مشرف ومنور وألف مليون مبروك كما جرت العادة. حبيبي يا كريم، تحياتي ليك ولكل السادة المشاهدين، ومبروك علينا جميعا الحمد لله. يعني يوم جميل وإنجاز كبير لتاريخ النادي الأهلي على مستوى قارة أفريقيا وعلى المستوى القاري والعالمي، ومبروك لكل جمهور مصر. يعني بطولة تضاف لسجل إنجازات الرياضة والكرة المصرية. أنا بس اللي أنا نفسي أفهمه ونفسي أعرفه ونفسي يبقى ليه تفسير منطقي، إزاي قادرين تحافظوا على كل هذه النجاحات بهذه الاستمرارية العظيمة؟ لا لسه كنت من شوية هبدأ أقول إنه ده ما بيحصلش في أي مكان في العالم أو أي نادي في العالم بمختلف القارات، إنه نادي يقدر على مدار 117 سنة كل موسم هو مفرح جماهيره بعدد كبير من البطولات، أكتر من معدل بطولة في الموسم الواحد، إزاي قادرين تعملوا ده بمختلف الأسماء اللي جات على الإدارة وعلى الأجهزة الفنية وعلى اللاعبين؟ والله يمكن يا كريم السرف ده، يعني أو كلمة السرف ده، إن أنت دايما بتحط مصلحة النادي الأهلي يعني فوق أي حاجة، فوق أي اعتبار. يعني دايما الحمد لله، وده شيء متوارث، يعني مش بقول بس كمجلس إدارتنا الحالي أو السابق اللي كنت بتشرف إني كنت واحد منه برضو، لكن على مدار جميع مجالس الإدارات السابقة الحمد لله دايما في نظام، في سيستم محطوط، كل واحد عارف شغلته إيه واختصاصه إيه، وكله بيعلي مصلحة النادي الأهلي قبل أي شيء. فالحمد لله ده الشيء المتوارث اللي ماشيين عليه من زمان، وده بيكون سر النجاح. وطبعا يعني قبل كل ده جمهور النادي الأهلي ما شاء الله، يعني جمهور طول عمره في ظهر فرقته، في الوحش قبل الحلو. احنا فاكرين وقت بطولة 2019 ولما خرجنا من دور الثمانية وصن داونز والناس كانت متضايقة ازاي، وشوف سبحان الله الجمهور سقف للعيبة بعدها ووقف في ظهرهم ووقف في ظهر مجلس الإدارة، وبعدها ما شاء الله يعني من ساعتها انت بتطلع كل البطولات، بتطلع النهائي في كل بطولة وبتحقق الحمد لله 4 بطولات، فيعني من اصل 5 نهائيات كنت فيها، فالحمد لله ربنا كريم جدا. يعني النهارده المباراه الحمد لله تسهلت في البدايه، بعد كده طبعا بطبيعه الحال كلنا كنا تحت ضغط عصبي كبير جدا. ايه اصعب لحظه عليك مرت النهارده؟ لا بصراحه هو ال 90 دقيقه كلها، لان انت يعني النتيجة 0-0 دايما الناس بتشوفها ان هي نتيجة كويسة بره الارض، بس انا بقلق منها جدا. نتيجة 0-0 انت طول ما انت ما سجلتش بره ارضك برضه بيبقى في ريسك كبير ان انت في اي وقت ممكن تيجي تستقبل هنا هدف يعمل لك مشكلة كبيرة. صحيح. فحتى بعد ما جبنا الهدف الحمد لله انه يعني الهدف جه في الاول، ربنا كريم، ف يعني سهل كتير، لكن كنا طبعا نفسنا يجي هدف تاني نطمن اكتر، فكنا علينا على اعصابنا لحد اخر دقيقه. يعني صحيح اللعيبه عندنا ما شاء الله لعيبه رجاله وعندها من الخبرات ومن الثقه، لان هي يعني ما تستقبلش اهداف في وقت حرج زي ده وفي ماتش مصيري زي ده، لكن الكوره مش مضمونه، يعني ممكن في اي لحظه يبقى في مفاجاه وتتباتل بهدف، فالحمد لله يعني كان توفيق ربنا موجود معانا قبل اي شيء. صحيح. النهارده مارسيل كولر بياخد بطوله جديده مع النادي الاهلي وانجازات متتاليه في وقت قصير جدا. مارسيل كولر كان اختيار عظيم من مجلس الاداره. طبعا يعني هو بص الحقيقه ده يعني كابتن محمود الخطيب كرئيس النادي الاهلي ومفوض بملف كره القدم مجلس الاداره، راجل اعتقد يعني ادار وبيدير الملف بشكل اكتر من ممتاز، والنتائج والارقام اللي بتتكلم والاختيارات، لان ده جزء من السيستم والشغل بتاع الكوره، الاختيارات المديرين الفنيين، اختيارات الاجهزه الفنيه والاداريه، اللاعبين. فالحمد لله يعني هو كان اختيار موفق طبعا، الحمد لله كنا متوفقين فيه، وفي توفيق. يعني انت ممكن تختار مدربين اسامي كبيره وممكن ما يحصلش انسجام مع الفرقه، مع الكوره المصريه، مع طبيعه الكوره الافريقيه. فالحمد لله كولر يعني كان يعني اختيار متميز وكان موفق وفاهم كويس قوي، وراجل ذكي وبيدير المباراه بشكل اكتر من رائع، فالحمد لله يعني. وكله طبعا قبل يعني كل الكلام ده توفيق ربنا معانا الحمد لله. المهندس محمد كمان النهارده بعد المباراه مباشره تهنئه محترمه جدا من نادي الزمالك للنادي الاهلي مثل ما فعل النادي الاهلي منذ ايام بعد فوز الزمالك بالكونفدراليه، وعوده رائعه جدا للعلاقات بين ناديين كبيرين.
لا دي حقيقة، الحمد لله بنشكرهم طبعا جدا، ناس محترمة ومجلس إدارة محترم وكلهم يعني أصدقاء وأخوات، والحمد لله يمكن الأسبوع اللي فات هم كسبوا الكونفدرالية وباركنا لهم، وفعلا هم النهاردة باركوا لنا، وأعتقد ده شيء مشرف لمصر يعني يكون الفريقين في السوبر الأفريقي فريقين من مصر، دي حاجة مشرفة على مستوى الأندية في الكرة المصرية، وحتى على احنا على الصعيد الشخصي يعني علاقتنا طيبة يعني. يعني انا باركت الاكثر من عضو مجلس اداره علاقتي بيهم طيبه، حتى في يعني في مكالمات او رسائل ما بيننا لما كسبوا، هم عملوا نفس الحاجه النهارده برضو، كلموني وبعتوا لي، ف يعني حتى قصدي بعيد عن الرسميات وبعيد عن الميديا يعني، حتى يعني في علاقات طيبه شخصيه يعني الحمد لله. واعتقد ده يعني المنافسه الشريفه، المنافسه الراقيه بتفضل مستمرة ما بيننا بشكل محترم وشكل يفيد الكرة المصرية في النهاية. صحيح. مهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك مرة أخرى، ألف مليون مبروك الفوز اليوم ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخ النادي الأهلي.